اول ما بنفتح فلاش بنواجه بالجزء ده اسمها ستارت بيج. دي جزء بيساعدك على ان انت تختار انت عايز تعمل ايه. لو انت دي اول مرة مش هيبقى الجزء ده موجود لان دي الملفة دي انا كنت فاتحها قبل كده. كريت نيو بيساعدك انك تفتح فلاش دوكيمنت او بلانك فلاش دوكيمنت، فلاش سلايد برزنتيشن، فلاش فورم ابلكيشن، اكشن سكريبت فايل، اكشن سكريبت كومبوننت فايل، جافا سكريبت فايل، فلاش بروجكت. يعني بروجكت يعني اكتر من فايل واكتر من اكشن سكريبت فايل بيبقوا يعني كومبايند مع بعض. اوبن ريسنت يعني الملفات اللي انت كنت فاتحها قبل كده بيساعدك يعني بيفكرك يعني بيعمل لك هيستوري او حاجه زي كده. او كريت فروم تمبليت. الجزء اللي تحت بيقول لك تيك تور يعني خد جوله. ليرن اباوت فلاش دوكيومنتيشن ريسورسز. فايند اوثرايزد تريننج يعني دور على الترينر محترف. فلاش ديفلوبر سنتر ده ويب سايت بتاع مايكرو ميديا عليه معظم الحاجات اللي الديفلوبر بيعملوها وبيحطوا معظمها اوبن سورس وده مصدر عظيم لاي حد عايز يتعلم فلاش. ففتره بعد كده هيبقى الجزء ده مزعج بالنسبه لك فممكن دون شو اجين كليك عليها اوكي. لو قفلت فلاش وفتحته تاني الجزء ده مش هيبقى موجود. هنجرب اوكي نفتح فلاش تاني. اوكي فتح على بلينك دوكيمنت وسماها انتايتلد واحد. بفرض ان انا وحشتني الجزء بتاع الستارت بانل ده وعايز اجيبه تاني. من قائمه اديت بريفرنسز او كنترول يو في التاب بتاع جنرال هو هنا اختار لي نيو دوكيمنت. لا انا هقول له نيو دوكيمنت دوكيمنت شو ستارت بيج اهي تاني. دوس اوكي اقفل اوكي ابتدت تظهر تاني. انت عرفت اهو دون شو اجين من قائمة اديت. طبعا لان مفيش فايل قائمة اديت بتبقى ناقصة شوية. preferences show start page او نختار اي حاجة من الحاجات التانية. جرب ورجعه للديفولت بتاعه جرب اوكي.